متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. وفقره جديده وغريبه، موضوعها بيتكلم عن النوم او عن الظواهر الغريبه اللي بتحصل متعلقه بالنوم. طبعا النوم احساس مهم جدا لينا كلنا. احنا هنا بنتكلم عن النوم المنتظم اللي هو من 6 ل 8 ساعات يوميا. طيب خمنوا معايا حضراتكم ايه اكتر فتره ممكن يستحملها الانسان من غير ما ينام خالص؟ نقول مثلا يوم، 2، 3 ايام، وده طبعا واحنا واخدين منبهات كتير جدا علشان نقدر نقاوم النوم او النعاس. طيب تخيلوا انه في حد قدر ما ينامش لمده 40 سنه. ده موضوع تغطيتنا واللي اثارته وسائل اعلام صينيه مؤخرا، ونشرت تفاصيل لحاله غريبه جدا لسيده بتقول انها ما نامتش من 40 سنه. أكدت هذه السيدة إنها ما نامتش أبداً ولا حتى شعرت بالتعب أو جالها إحساس بالنعاس لمدة 40 سنة. السيدة قالت إنها مر عليها 40 عام تقريباً، وده اللي أكدوا زوجها وجيرانها من غير ما تنام. لما تكلموا معاها وقالوا لها طيب فاكرة آخر مرة نمتي فيها كانت إمتى؟ قالت لهم كان عندي 5 أو 6 سنين. طبعا هي دلوقتي في منتصف الاربعينات من عمرها، واصبح النوم عندها مجرد ذكرى بتفتكرها من وقت للتاني. في القرية اللي بتسكن فيها هذه السيدة، وهي طبعا من المشاهير هناك بسبب قدرتها المزعومة على البقاء مستيقظة طوال الليل والنهار، حاول بعض الجيران انهم يكتشفوا حقيقة الامر، حاولوا يضايقوها فرحوا لها تحت بيتها في الوقت الطبيعي اللي الناس بتنام فيه، وقعدوا يلعبوا ويثيروا الشغب علشان لو نايمة تصحى، لكنها ما تأثرتش. ولقوا هذه السيدة صحية، وفي النهاية لما رجعوا للمنزل طبعا رجعوا في حالة صدمة شديدة جدا. طيب خلينا نروح لزوج السيدة، يا ترى قال عنها ايه؟ زوجها اكد على الكلام اللي قالته هذه السيدة، وقال انها بالفعل ما نامتش من يوم ما اتجوزوا، وانها مش محتاجة تنام على الاطلاق. مش بس كده، هو كمان لاحظ انها فضلت مستيقظة ليل نهار، وانها بتقوم بكل الاعمال المنزلية. ذكر كمان ان لما زوجته صرحته انها مش عارفة تنام، طبعا في بداية زواجهم قال لها ان ممكن ده يكون ارق عادي، وانه ممكن يشتري لها حبوب منومة، لكن الحقيقة انه مفيش اي منوم جاب معاها اي نتيجة. المواقع الصينية المتابعة حالتها ذكرت انه هذه السيدة التي لم تنم منذ 40 عاما طلبوا المساعدة الطبية من كل الاطباء، لكن الاطباء اللي فحصوا حالتها ما عثروش على اي شيء مريب في حالتها الصحية. في آخر زيارة لهذه السيدة اتفك اللغز الأعظم بالنسبة للسيدة، وقدروا كمان يعرفوا إيه السبب وراء إنها ما نامتش من 40 سنة. المركز اللي اكتشف حالتها كان مركز في بكين، وخضعت هذه السيدة للفحوصات وشخصوا حالتها وعرفوا السبب وراء عدم نومها، وكونوا فريق طب كبير جدا وبدأوا يستخدموا أجهزة استشعار متطورة جدا، وراقبوا هذه السيدة على الأجهزة لمدة 48 ساعة، وهنا اكتشفوا المفاجأة انهم لقوا انه هذه السيدة بتنام، بس مش بالطريقة اللي معظمنا بينام بيها. طيب يعني ايه الكلام ده؟ نتائج أظهرت والبيانات أظهرت اللي تم تجميعها خلال 48 ساعة من مراقبة الموجات الدماغية لهذه السيدة إنها نامت نوم خفيف ومعتدل زي الناس العاديين، لكنها بتنام من غير ما تغمض عينيها. الأطباء وصفوا هذه الظاهرة وقالوا إنها بتشبه النوم عند الاستيقاظ، أو إنها بالفعل النوم عند الاستيقاظ، وهي حالة مشابهة شوية للسير أثناء النوم. يعني في هذه الحالة بعض أعصاب وأعضاء الذهن بتكون نشطة جدا أثناء النوم. قال كمان الأطباء إن مخها بيخدعها، وإنها لما كانت بتستريح كان جزء من جسمها بيدخل بالفعل في حالة سكون، لكنها في هذه الحالة مش بتغمض عينيها. يعني في الوقت ده كانت بتنام وهي مش مغمضة عينيها، وممكن كمان كانت يعني
تكون بتكلم جوزها بشكل عادي جدا، لكن جسمها مسترخي او مستريح شبه نائم. دي حالة بتعد فريدة جدا جدا من نوعها. يعني ملخص الموضوع انه الفحوصات اثبتت ان هذه السيدة كانت بتنام لكن مش بالطريقة الطبيعية اللي كلنا بننام فيها، وانه فترة الراحة او الفترة اللي هي بتنام فيها وهي مش مغمضة عينيها لا تتعدى 10 دقائق. يعني احنا ما رحناش بعيد، هي ما زالت حالة غريبة جدا لانها بتنام في اليوم 10 دقائق فقط، في حين اننا اوقات كتير بننام ما يقرب من 8 ساعات يوميا، وبنقعد نشرب منبهات كتير جدا علشان نساعد جسمنا على التركيز. بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات اخرى على مدار اليوم. الى اللقاء.